السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محاضرة اليوم بعنوان Modeling Dice for Solar Cells. فالمحاضرة دي مهمة جدا في الريسيرش، ودي خاصة بالسولار انرجي. دي بتتكلم زي ما احنا شايفين عن السولار سيلز، وبتختص بنوع معين من السولار سيلز اللي هي دايز سولار سيلز. فياريت ندي اهتمام كبير في مجموعة المحاضرات الخاصة بالموديلنج سولار سيل، لان من خلال المحاضرات دي بتقدر كطالب ماجستير او طالب دكتوراه ممكن تجد نقاط بحثية في الاريا دي اللي هي ديزاين دايز فور سولار سيلز. طبعا السولار سيلز اللي هي الخلايا الشمسية اللي هي بتستخدم في انتاج الكهرباء. فالسولار سيلز الموجودة بتبقى قايمة على السيليكون، وده تكاليف تصنيع بتكون عالية، لكن الدايز سولار سيلز بيكون تصنيعه ارخص لو هي بقت كوميرشال. طبعا هي لسه في مرحله ريسيرش، في بعض التحديات لرفع الكفاءه بتاعتها وتغلب على العيوب الموجوده فيها. فاحنا في المحاضره دي مش هنتكلم بقى عن الخلايا الشمسيه سواء كانت سيليكون والداي سولار سيلز ونقارن ما بين الاثنين، لا احنا مش هنتناول الموضوع ده خلاص. احنا بس يهمنا نعرف ان الموضوع ده مهم لانتاج الكهرباء باستخدام طاقه مستديمه نظيفه اللي هي السولار سيل، والدايز تبقى مثلا رخيصه وتكاليف تصنيع الدايز سولار سيل بتكون رخيصه. فالدايز سولار سيلز اللي احنا هنتكلم عنها في المحاضره دي تحت تايب اللي هو داي سينسيتايزد سولار سيلز. فطبعا ده ديفايس انرجي ديفايس هيحول لي الفوتو كيميكال بروبرتيز اللي موجوده في الداي ده زي عمليه الفوتوسينثيز اللي موجوده في النبات اللي هي بتتم عن طريق الكلوروفيل. فهنا بستخدم اورجانيك داي علشان تنتج كهرباء. فالديفايس ده عامل زي الباتري، بيتكون من انود وبيكون من كاثود وفي هنا الكترولايت. الانود عندي بتبقى موجود فيه اللي هو الداي، فالداي دي اللي تعتبر سورس للالكترونز، تمتص اللايت، عندها القدره انها تمتص اللايت وتنتج لي برضو الالكترون. الدايز اللي هي اللون البنفسجي اللي هي الصغيره دي، السيركلز الصغيره، موجوده على تيتانيوم دايوكسيد نانو بارتيكلز اللي هو اللون الجري. اما بالنسبه للكاثود او الكاونتر الكترود ده بيكون مثلا بلاتين، فطبعا ده غالي. فطبعا في نقاط بحثيه اصلا في اتجاه ان هي تشوف كاثود رخيص، لكن احنا هنا في المحاضرات دي هنتكلم عن الداي. مثلا احنا عندنا داي زي نعمل ديزاين او نعمل موديفاي للداي دي بحيث ان هي تديني افشنسي عاليه من ناحيه مثلا الابسوربشن لللايت. فاحنا هنناقش ثيوريتيكالي البروبرتيز بتاع الداي، من ناحيه طبعا احنا بنتكلم عن الاكسايتيشن فهنتكلم عن الاكسايتيشن انرجيز، وهنشوف الميكانيزم بتاع الداي في انتاج الكهرباء. اول ستيب ان الداي ابسورب لايت فروم سن سولار انرجي، هيحصل اكسايتيشن للالكترون من الكراوند ستيت للاكسايتد ستيت اللي هو هيروح للفيرست اكسايتد ستيت اللي هو اللوست انرجي اكسايتد ستيت، ومن اللوست انرجي اكسايتد ستيت هيروح لمين؟ للتيتانيوم دايوكسيد. طبعا التيتانيوم دايوكسيد عندي فالانس باند وكوندكشن باند، فالالكترون طبعا هيروح للكوندكشن باند للتيتانيوم دايوكسيد وبعد كده هينتقل للكاثود. طيب يبقى احنا في العمليه دي الضاي حصل لها اوكسيديشن، عشان تستمر عمليه انتاج الكهرباء فلازم تكتسب الكترون. علشان تكتسب الكترون انا عندي هنا الكترولايت ميدياتور بيبقى ايودين سوليوشن اي 3 نيجاتيف، وعندي هنا 3 اي نيجاتيف. فالالكترونز الموجوده في الكاونتر الكترود بتعمل ريدكشن للاي 3 نيجاتيف ويتحول ل 3 اي نيجاتيف. ال 3 اي نيجاتيف ده بيحصل له ايه بقى بعد كده؟ بيحصل له اوكسيديشن وبيدي الكترونز للداي ويتحول هو لاي 3 نيجاتيف، وتستمر العمليه دي ريدكشن اوكسيديشن والالكترونز بتروح للداي وتمتص اللايت ويحصل لها اكسايتيشن والالكترون يروح للكوندكشن باند للتيتانيوم دايوكسيد للكاثود، ريدكشن اوكسيديشن ل reduction للداي light excitation وهكذا، وبيتم هنا سريان الكهرباء. ده شرح مبسط للداي sensitized solar cells. نبدأ بقى نتكلم عن الدايز وتركيب الدايز المستخدمة في الداي sensitized solar cells. وعلشان تقدر تشوف الفيديو ده كامل لازم تكون منتسب في القناة، يكون عندك ممبرشيب. لو انت كنت منتسب وألغيت الانتساب فتبعت لي الجيميل بتاعك وانا ابعت لك اللينك اللي تقدر من خلاله تشوف الفيديو ده كامل. فالفيديو ده موجود في كورس الكوانتم ميكانيكس 3 اللي هو Modeling of Excited State. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.